نبقى احنا قاعدين كده مثلا بعد ساعه نسمع قرار طالع قرار لا النادي الاهلي يلعب بكره. طب انت هتفاجئنا ازاي؟ نلعب بكره ازاي؟ طيب اقول لك خبر عاجل، اتفضل. في خبر عاجل لكل مشاهدي قناه الاهلي في هذه اللحظات. خبر عاجل، مجلس اداره النادي الاهلي يلجأ لمركز التحكيم والاتحاد الدولي لكره القدم فيفا والمحكمه الرياضيه الدوليه، ويطالب اتحاد كره القدم بحسم 4 ملفات هامه. ناقش مجلس اداره النادي الاهلي في اجتماعه مساء اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب التداعيات الاخيره بخصوص موقف اتحاد كره القدم من المباريات المتبقيه من مسابقه الدوري العام والتي لم يتحدد موعد اقامتها بعد. وقرر المجلس ما يلي: اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تصاعديا وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضه وبما يتوافق مع اللوائح المحليه والدوليه والميثاق الاولمبي. امام جميع الجهات المعنيه لدى بداية من لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم مرورا بمركز التسوية والتحكيم ووصولا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية الدولية لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018-2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد كرة القدم بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة والتي لم تراعى فيها مبدأ تكافؤ الفرص ولا قواعد اللعب النظيف ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة. أولا، مطالبة اتحاد الكرة بأن يطلع بمسؤولياته دون تأخر وحسم الأمور التالية: فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب وأن يكون بالتزامن مع الموعد القيد الإفريقي بحد أقصى 10/7. تاني، فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب وأن يكون بالتزامن مع القيد الإفريقي بحد أقصى 10/7 حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركتها في بطولات الكاف من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيا بدون سداد أي غرامة مالية والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولة الإفريقية. ثانيا، اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019-2020، خاصة وأن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح، لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضي بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد، مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مر عليها 3 فترات قيد، وهو ما رفضه اتحاد الكرة في سنوات سابقة. برضو نقطة أخرى، إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة وغير قابلة للاجتهاد والتفسيرات الشخصية متضمنة علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد فرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها لتكون بعد اعتمادها السند والمرجعية لأي نادي في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية. نقطة أخرى، تحديد موعد واضح يلتزم به اتحاد كرة القدم ويعلنه لتطبيق تقنية الفار لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلا كبيرا وتسببت في استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم، علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم في 3/9/2018 وطلب تطبيق تقنية الفار بعدما شهدت المباريات أخطاء تحكيمية فجة. وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4 أكتوبر 2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية الفار في 1 أكتوبر 2019، وهو لم يحدث. وبالتالي ده كان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي يا كابتن أبو مسلم، بالتأكيد ده قرار وفي تفاصيل وفي معلومات وافية، لكن أنا بشكرك في النهاية على هذا الحوار. قرارات بالتأكيد جاية في توقيت مناسب، أكدت على نفس المعاني اللي احنا أكدنا عليها، وننتظر ما هو القادم خلال الساعات القادمة. بشكرك وكل التوفيق لك كابتن أبو مسلم. بشكرك يا محمد، وزي ما أقول لك القرارات دي اللي احنا اتكلمنا كلها على الحلقة اللي بنتكلم فيها عليها النهاردة، أكيد كلنا ورا النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي نتمنى لهم التوفيق ومساندة.